تمام، بسم الله الرحمن الرحيم. برحب بيكم النهارده، كل سنه وانتم طيبين. بمناسبه شهر رمضان، بمناسبه العشر الاواخر. الحقيقه الموضوع اللي هتكلم فيه النهارده موضوع من الموضوعات اللي انا اتكلمت فيها قبل كده الحقيقه، ويمكن فيه هتلاقوا على اليوتيوب وهتلاقوا على السلايد شير في المحاضره دي موجوده، ولكن المحاضره ما هيش يعني تيبيكال وايدنتيكال للمحاضرات اللي انا اتكلمت فيها قبل المحاضرة اللي انا اتكلمت فيها قبل كده. انا المحاضرة عملت فيها حاجات جديدة كتير، والجديد بقى والاهم بصراحة اني يعني هتكلمها بقى وهقولها براحتي شوية. يعني دايما في الـ يعني الحقيقة خير يا اسماء، اسماء عباس، اسماء عاملة ريز هاند، فلو في حاجة يا جماعة قولوا لي. يعني الجديد بس في المحاضرة زي ما قلت ان هي فيها معلومات جديدة، فيها سلايدز جديدة، فيها داتا جديدة ابديتد. الحاجة التانية ان انا هقولها براحتي شوية، يعني دايما كنت المحاضرة دي بالذات بقولها في مؤتمرات او ورك شوبس، فعادة كنت ببقى يعني ايه متلهوج شوية عشان الوقت، لكن احنا النهاردة ان شاء الله معانا وقت ان احنا نقولها براحتنا. يعني الموضوع اللي هتكلم فيه هو Childhood Demyelinating Syndromes، اللي اشهرها طبعا على الاطلاق هو الام اس. اول حاجه هنتكلم على الديفينيشن بتاع الام اس، الابيديميولوجي، الريسك فاكتورز، الباثوفيسيولوجي، الكلينيكال سبيكترم بقى بتاع كل الديمايلينيتنج ديس اوردرز في التشيلدرن، والكلينيكال سبيكترم ده هيبقى معايا ديفرنشال دايجنوستس، انفستيجيشنز، واخيرا التريتمنت. نبدا الاول بالديفينيشن. الديفينيشن يا جماعه بتاع البيدياتريك ام اس، هو البيدياتريك ام اس ده اي ام اس قبل سن 18 سنه هنسميه بيدياتريك، قبل سن 18 سنه هنسميه بيدياتريك. اللي وحتى البيدياتريك ده بقى اللي هو قبل سن 18 سنه متقسم الى تو جروبس، قبل 10 سنين ومن 10 سنين ل 18 سنه. قبل 10 سنين ده ايرلي بيدياتريك اونست ام اس، ومن 10 سنين ل 18 سنه ده ليت بيدياتريك اونست ام اس. معلش عفوا دكتور، اذا تشارك السلايد البرزنتيشن مش طالعه عندنا. كده اوكي؟ تمام اوكي. اوكي. وبالتالي الديفينيشن زي ما قلنا هو قبل سن 18 سنه. طيب كابيديميولوجي بقى، ابيديميولوجي البيدياتريك اونست ام اس يمثل تقريبا 3 ل 5% من كل الام اس، يعني من كل الادلتس اللي عندهم ام اس. لو خدت الكاتيجوري اللي هو بيدياتريك هنلاقيه 3 ل 5% تقريبا، ده اكوردنج تو معظم الكوهورتس الفرنش والكنديان والايطاليان، معظم الكوهورتس كانت في الرينج ده. النهارده لو بصينا على الجيوغرافي بتاعت الام اس في العالم كله، ده الديستريبيوشن بتاع الام اس في العالم كله. زي ما احنا شايفين مصر في الاريا اللي هي ما بين 60 ل 20، 20 ل 60، يعني تقريبا عندنا 20,000 ل 60,000 بيشنت ام اس في مصر تقريبا. يعني فلو قلنا نسبه 5% منهم تقريبا، يبقى احنا بنتكلم في اراوند يعني حوالي اقل من 1000 patient pediatric MS، حوالي 500 تقريبا. يعني ال prevalence من واقع ال MS base، يعني ال MS base ده يا جماعه ده اكبر database موجوده وورلد وايد عليها عيانين ال MS، عليها لحد الساعه 11 ونص النهارده كانت عليها 70,800 patient. يعني طبعا مش كل الدول بتدخل العيانين. يعني لو بصينا للايدج بقى ديستريبيوشن، هنلاقي ان هم دايجنوز ده قبل سن 20 سنه نسبتهم حوالي 0.5%. هتقولي ايه ده، انت لسه من شويه بتقول انها 5%، ازاي خليتها 0.5%؟ لا، هي دي طبعا اكوردنج للدول اللي دخلت الداتا بتاعتها، لكن دي ما تعبرش عن البريفالنس الحقيقي بتاع المشكله. لو اتكلمنا بقى مش بريفالنس، انسيدنس بقى، يعني كام نيو كيس بير يير، هنلاقي ان الانسيدنس تقريبا بيتراوح بير يير ما بين 0.18 ل 0.5.
لكل 100,000. ده according للكورتس الكبيرة من كندا وألمانيا وإنجلترا وأمريكا. طيب في مصر هنا احنا القصر العيني نشرنا من حوالي سنتين بيبر عن البيدياتريك أنصت أم أس، فيها كنا مجمعين كورت حوالي 186 children، 186 اللي هم عندهم بيدياتريك أنصت أم أس، مش عندهم other demyelinating disorders. وهنستعرض مع بعض results اللي احنا لقيناها في الداتا بتاعتنا. لو اتكلمنا بقى عن الابيديميولوجي الايج، بالنسبه للايج هنلاقي ان الام اس يا جماعه بيبدا يزيد with age لحد ما يوصل للحوالين الاريا اللي هي بتاعه 18 سنه دي، almost البريفالنس زيه زي الادلت. واقع الامر هو برضو عشان نبقى صراحه مع بعض وما نديش المحاضره يعني الحجم الرهيب، مش عشان انا بقولها تبقى هي يعني ان انا اقول لك البيدياتريك ده اهم حاجه في الوجود، لا، البيدياتريك الحقيقه البريفالنس فيه قليل زي ما احنا شايفين هنا، البريفالنس هنا قليل، ولكن بيزيد لما بنقرب من 12 ل 18 سنه، لان واقع الامر 12 ل 18 سنه ده غالبا بيبقى كانه ادلت ام اس. بيني وبينكم البيدياتريك الحقيقي اللي هو اقل من 10 سنين ده البيدياتريك الحقيقي، البيدياتريك بجد يعني. طيب كجندر بقى، جندر خلي بالكو ان قبل السن 6 سنين الفيميل ميل ريشيو معكوسه as compared to other to adult، يعني هنلاقي هنا ان الفيميلز اقل 0.8 ل 1، يعني الفيميلز اقل من سن 6 سنين ل 10 سنين النسبه تبدا تميل كفتها towards الفيميلز، فتبقى واحد وفيميل ميل ريشيو تقريبا 2 لواحد، بقت تقريبا 2 لواحد. بعد كده عند الادوليسنت بقت 3 لواحد، بقت 3 لواحد، بما معناه ان انا كل ما الايدج بيكبر كل ما الصوره بتميل اكتر ناحيه الفيميلز، لحد ما نوصل للادوليسنت بنوصل بقى ان احنا تقريبا بنبقى تقريبا زينا زي الادلت. طيب ريسك فاكتورز، ايه ريسك فاكتورز فور بيدياتريك اونست ام اس؟ اول حاجه في جينيتك ريسك فاكتورز وهرمونال وانفايرومنتال. جينيتك زي الاتش ال اي دي ار بي 1 اللي هو 1501 اللي هو تقريبا ده اللي هو موجود في الادلت اونست ام اس، وفي نون ام اس سسبتبيليتي جينز. الاستروجين مهم، ذاتس واي الانسيدنس اوف ام اس بتبيك اراوند بيوبرتي، عشان الاستروجين ليه دور. وفي حاجات انفايرومنتال زي ايه؟ زي التشايلد هود اوبيزيتي، دي حاجه ميتابوليك، لقوا ان الاوبيزيتي اسوشيتد مع انكريز ريسك اوف ام اس ان تشيلدرن. لقوا كمان ان السموكينج، هتقول لي عيال صغيره بتدخن ده ايه الصياعه دي؟ لا، مش العيال هي اللي بتدخن، اهاليها هي اللي بتدخن، فالباسيف سموكينج يزود الانسيدنس اوف ام اس توايس تقريبا، ولو المده اكتر من 10 سنين الطفل فيها اكسبوز تو باسيف سموكينج ممكن تزيد عن توايس. طيب ريسك فاكتورز كمان تشمل الابشتاين بار فيروس، الابشتاين بار فيروس في الاطفال من الحاجات المشهوره جدا انه يبقى ريسك فاكتور للام اس. اتهم الهيباتايتس بي فاكسين في فتره من الفترات انه ريسك للام اس، ولكن واقع الامر انه يعني لم يتبين صحه هذا الاسوشيشن، وبالتالي تراجعوا عن فكره ان الهيباتايتس بي فاكسينيشن يكون ليه دور. الفيتامين دي ستيتس زي في الكبار ليها دور في الريلابس ريت في البيدياتريك اونست ام اس، مش في الديفلوبمنت قد ما هو ريلابس ريت يعني ريليتد للسيفيريتي اكتر. طيب كباثوفيسيولوجي بقى، هل في اختلاف ما بين البيدياتريك اونست ام اس والادلت اونست ام اس؟ واقع الامر في اختلاف. في الاميونوباثوجينيسيس بتاع الاطفال هنلاقي ان الانيت لسه بخيرها، يعني الانيت دورها كبير وواضح وظاهر، فنلاقي الماكروفيجس عاليه والنيوتروفيلز عاليه، في ليمفوسايتس بس البي ليمفوسايتس قليله، وحته البي ليمفوسايتس قليله دي
بتديني انسايت مهم جدا 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 عن حاجه هنقولها دلوقتي، انه واقع الامر لما البي سيل تقل يبقى الانتراثيكال انتي بودي برودكشن هيقل، ولما الانتراثيكال انتي بودي برودكشن هيقل معناها ان الاوليجوكلونال بانز قلت، ودي نقطه مهمه جدا يا جماعه، ان الاوليجوكلونال بانز بتقل بتبقى قليله في البيدياتريك اونست ام اس، يعني ممكن تبقى نيجاتيف ديسبايت ان هو عنده ام اس. ليه؟ عشان نقطه فهمناها ان الادابتيف اميونيتي لسه مش فيري ويل ديفلوبد ان هي تاخد الليد، وبالتالي البي سيل اقل، وبالتالي الاوليجوكلونال بانز هتبقى اقل، وبالتالي برضو الاي جي اندكس كمان ممكن يبقى هو كمان اقل. طيب الحاجه الثانيه ان الاكزونال دامج از تيبيكالي ليميتد، يعني لسه هيبقى في ديماينيشن كده قدامنا، لسه العمر طويل ناخد وندي في الديماينيشن، والاكزونال لوس ده ناجله لما نكبر شويه في السن، ممكن يبقى عندنا الاكزونال ديماينيشن ده نتصرف فيه براحتنا. طيب الكلينيكال سبيكترم بقى، ودي الحته اللي هي هنسبح فيها كثيرا شويه. لو بصينا هنا ده الكلينيكال بريزنتيشن اللي ممكن يجي باطفال الام اس، دي من واقع ال 186 تشايلد اللي كانوا عندنا في الكوهورت بتاعنا في القصر العيني. هنلاقي ان معظمهم كان جايب ويكنس يليه سنسوري يليه فيجوال يليه اتاكسيا ثم ديبلوبيا وسفنكتريك واخيرا سيجرز وديستونيا. الانسايت المهم جدا، ممكن يا دكتور بس فسيولوجي تاني، سوري ممكن حضرتك بس تعد لنا الباثوجينيسيس تاني؟ حاضر. الاميونو باثوجينيسيس في البيدياتريك اونست ام اس، الادابتيف اميونيتي بتبقى لسه نوت فيري ويل ديفلوب، في حين ان الانيت اميونيتي بتبقى فيري ويل developed او بخيرها لسه، يعني لسه ما استهلكتش، ف موجوده وقويه وانتو اكشن، وبالتالي هنلاقي ان الماكروفيجز اللي هي تبع الانيت اميونيتي عاليه، النيوتروفيلز اللي هي تبع الانيت اميونيتي عاليه، لكن الليمفوسايتس بالذات البي ليمفوسايتس هنلاقيها قليله، اقل من اللي ممكن يبقى موجود في الادلت. طيب ده معناه ايه؟ ده معناه ان انا طالما البي لينفوسايتس قليله يعني الانتي بودي برودكشن قليل، وطالما الانتي بودي برودكشن قليل يبقى الاوليجوكلونال بانز هتبقى قليله، وان الاي جي جي اندكس ممكن ما يبقاش عالي، يعني ممكن الاقي نيجاتيف اوليجوكلونال بانز في تشايلد عنده ام اس، ديسبايت ان عنده ام اس ممكن الاقي الاوليجوكلونال بانز سبيشلي ايرلي ان ذا كورس اوف ذا ديزيز ممكن ان انا الاقيها نيجاتيف. طيب الاكزونال دامج نوت از سيفير از ان ادلت، بمعنى ان انا بيبقى عندي وقت شويه في الديماينيشن قبل ما نبروسيد انتو دي اكزونال لوس والاكزونال دامج اللي ممكن يحصل فيما بعد. طيب هنخش بعد كده على الكلينيكال سبيكترم، كلينيكال سبيكترم وديفرنشال دايجنوزز، وزي ما قلنا ان الكلينيكال برزنتيشن بتاعنا ممكن يتراوح ما بين weakness, sensory, visual, ataxia, diplopia, sphincteric أو seizures. الانسايت ده من واقع الكوهورت بتاع القصر العيني. الانسايت المهم قوي قوي هنا ان ال weakness واخد ال upper hand. هل ده اللي احنا متعودين عليه من ال adult onset MS؟ واقع الامر لا. ليه؟ لان احنا دايما بنقول ال adult onset MS typically يجي بsensory، typically يجي بoptic، لكن not typically ان هو يجي بweakness. وده يدل على ان البرزنتيشن بتاع الام اس ان تشيلدرن ممكن يبقى ماتش مور سيفير ذان ان ادلت، وعشان كده البروجنوزز ممكن ما يبقاش الطف حاجه. طيب كمان عندي دايجنوستيك بقى تشالنجز في الديفرنشال دايجنوزز قد تختلف عن الادلت. احنا دايما في دماغنا الليسته الجاهزه بتاعه الادلت اللي هي الان ام او والاتش اي في والليمفوما والساركيدوزز وبيس ديزيز وفاسكولايتس اللي هي المحفوظات بتاعه الديفرنشال دايجنوزز اوف ام اس. في الاطفال الحاجات دي موجوده، ولكن ما ننساش ان عندنا حاجات ثانيه زي الميتابوليك ديس اوردر، زي النيوتريشنال ديس اوردر، زي الميتوكوندريال ديس اوردرز، زي الليكوديستروفيز، زي الماليجنانسز اللي هي مور كومن في الاطفال عن الادلت، يعني الاطفال عرضه اكتر للمالجنسي عن الادلت، والسي ان اس انفكشن كمان
ممكن يبقى differential diagnosis مهم بالنسبة لي. إذن ما ننساش الميتابوليك ديس اوردرز، ما ننساش المالجنسز في الأطفال. الفيجر ده يعتبر يعني أهم، مش أهم، ده تاني أهم واحد في البرزنتيشن بتاعتي، اللي هو الspectrum of demyelinating disorders in children. ده تاني أهم واحد، تاني أهم فيجر أو تاني أهم سلايد. في حاجات يا جماعة for the sake of simplicity أنا قسمته into two groups، monophasic و multiphasic. monophasic يعني هيجي مرة واحدة وخلاص على كده، multiphasic يعني كل شوية هيجي بحاجة. monophasic زي إيدم، كلنا عارفين إن إيدم هيجي مرة واحدة. في monophasic anti-mog، إحنا لسه هنتكلم عن anti-mog. في CIS كلنا عارفينها، clinically isolated syndrome، دي مرة واحدة، اللي هي ممكن تيجي بأوبتيك نيرايتس أو ترانسفيرس مايلايتس أو برين ستيم سيندروم. لكن المالتي فيزيك بقى الأشهر على الإطلاق هو اللمس، هو الأشهر على الإطلاق. الأنتي موج ممكن يبقى مونو فيزيك زي ما شفنا هنا، وممكن هو نفسه يبقى ريكارنت زي ما شفنا هنا. الNMO ممكن يبقى ريكارنت. في حاجة بقى اسمها إيدم أون. أنا جماعة النهاردة هنغير الكونسبت بتاعتنا. ده ديزيز موجود، والله ده موجود وموجود خلاص الناس بتتكلم عنه. حاجة اسمها إيدم أون. إيدم أون يعني إيه؟ يعني patient جاله إيدم، وبعد ما جاله إيدم جاله optic neuritis. ده سندروم اسمه إيدم أون. طيب، وده بيوصلنا في إنه هو من ضمن الأنتي موج سبيكترم. في multiphasic إيدم، يعني patient بقى جاله إيدم وبعد إيدم جاله إيدم تاني، وممكن يجيله إيدم تالت، ده اسمه multiphasic edem. طيب، ممكن كمان البيشنتس بتاع ال NMO spectrum disorder ده يبقى antibody negative، يعني ممكن ما نبقاش ما نلاقيش فيه الانتي اكوابورين 4 positive. في 2013 ال International Pediatric MS Group قررت انها define كل الكلام ده. قال له ايش معنى يعني الادلت عندهم definition لكل حاجة، طب ما احنا كمان نعمل definition وكرايتيريا للشغل بتاعنا. وده كان ريفيجن لاخر ديفينيشنز حصلت في 2007. الكلام ده كان في 2013 ولغايه دلوقتي لسه هو اللي ماشي معانا ما اتغيرش. قالوا ايه؟ قالوا السي اي اس في الاطفال تقريبا زي الكبار، اللي هو مونوفوكال او بوليفوكال كلينيكال نيورولوجيكال ايفنت معاه ابسنس اوف انكيفالوباثي. في ابسنس اوف انكيفالوباثي ممكن يبقى فيه هيستوري ما يبقاش فيه history of CNS demyelinating disease. other etiologies are excluded. والمكدونالدز كرايتيريا في البيزلاين MRI are not met. يعني ايه الكلام ده؟ يعني يا جماعة لازم يبقى حاجة suggestive of CNS affection، زي مثلا transverse myelitis, optic neuritis, hemiparesis، لكن ما ينفعش يبقى peripheral neuropathy مثلا. واهم حاجه absence of encephalopathy، لان لو في encephalopathy هيبقى ايه؟ هيبقى ايدم على طول. طالما في encephalopathy في وجود الايفنت ده يبقى ايدم، بقينا ايدم. فلازم يبقى الencephalopathy مش موجود، ولازم ما يبقاش فيه history of CNS involvement قبل كده. ليه؟ لان لو في CNS involvement قبل كده يبقى انا بقيت recurrent ما بقيتش CIS، وبالتالي انا ساعتها افكر في recurrent syndromes مش في CIS. والمكدونالدز كرايتيريا on baseline MRI are not met معناها ان انا لسه ما بقتش MS، وبالتالي انا في خانة CIS. طيب الايدم بقى، الايدم عادة multifocal وعادة polysymptomatic وعادة، ده لازم بقى مش عادة، ده لازما يبقى فيه encephalopathy. والانكفالوباثي هنا دايما بقول عنه ان لا تهوين ولا تهويل. يعني ايه لا تهوين ولا تهويل؟ يعني لنهون فيه، فنعتبر ان لو جاله مثلا behavioral changes او شويه clouds of consciousness ان ده يعني لا ده مش encephalopathy، لا ده encephalopathy، ده encephalopathy، take it into consideration ان ده encephalopathy. حتى لو حاجه هبابت كده behavioral بسيطه، حتى لو هبابت clouds of consciousness بسيطه، يبقى ده لا تهوين ولا التهويل انه ابقى معتبر ان انا لازم البيشنت ده يجي له كوما رهيب، يعني لازم يبقى فيه كوما عشان اقول ان ده انكفالوباثي. يعني لا استهين بالقليل ولا اطلب الكثير. تمام. طيب الام ار اي بقى ماست امبروف. بمعنى ايه؟ بمعنى انه لازم لو عملت فولو اب سكان لازم الاقي الام ار اي بيتحسن. ليه؟ لان انا بتعامل مع باثولوجي ريفرسبل. الايدم زي ما هيتحسن كلينيكالي
زي ما هيتحسن كلينيكالي المفروض انه راديولوجيكالي كمان يتحسن. فلما اعمل فولو اب ام ار اي سكان لازم الاقي حصل ريزوليوشن ماركت ريزوليوشن. هتقولي طب ما احنا ساعات في الام اس بنشوف عيانين في الفولو اب سكان نلاقي ليجنز اختفت. لا يعني انت في الاخر بتلاقي واكسنج اند وينينج في الام اس. واكسنج اند وينينج يعني تلاقي شويه ليجنز ظهرت شويه ليجنز اختفت. لكن هنا انا بتكلم ان ام ار اي دراماتيكالي امبروف ده ممكن يرجع باك تو نورمال. هو ده المقصود بانه امبروف. الفلكتويشن within 3 months are acceptable as a part of the preceding event. يعني ايه الكلام ده؟ يعني عيان جاله فاكرين كده لما بنديفاين الاتاك ونقول ان الاتاك ما اقدرش اقول نيو اتاك الا لما يعدي علينا شهر. لما يجي شهر طب افرض خلال الشهر ده حصل شويه اصابات جديده او يعني سيمتومز جديده هعتبر ده ايه؟ هعتبره ضمن الاتاك الاولانيه مش هعتبره أتاك جديدة. نفس القصة لو حصل فلكتويشن بس هنا بمدها لثلاث شهور لو حصل خلالهم فلكتويشنز أعتبر ده مش نيو إيدم أعتبره إيدم الأصلي. طيب الفيجر ده أو الدياجرام ده أو الألجوريثم ده أهم سلايد في البرزنتيشن. والفيجر ده طلع عيني والفيجر ده أنا بحبه والفيجر ده طلع عين أهلي فيه. فأنا عايز تحية كده للفيجر على جنب في الشات بوكس اللي على جنب ده كده تحيه للفيجر من قبل ما تشوفوه او للالجوريثم. تمام الفيرست اتاك اوف ديمالينيشن اول حاجه لا مش عايزين صوت اللي هو في الشات التحيه في الشات بس. تمام الفيجر تمام ايوه كده هنبدا الاول بالفيرست اتاك اوف ديمالينيشن البوليفوكال انكفالوباثيك ايفنت. لو جه بوليفوكال انكفالوباثيك ايفنت طالما قلت انكفالوباثي انت بتقول عز يبقى انت ايدم على طول. طالما قلت انكفالوباثي يبقى ايدم. طيب افرض حصل بعد الايدم سبسيكوينت ايفنت. لو حصل سبسيكوينت ايفنت في خلال اقل من 3 شهور ده ايدم الاصلي ده انا ما مش ايدم جديد ده ايدم الاولاني مفيش ايدم جديد. طب لو حصل بعد 3 شهور بس حصل في خلال الثلاث شهور الاولانيين يبقى ده ايدم الاصلي. طب بعد ثلاث شهور بس نيو سبيكترم يعني مانيفيستيشنز جديده نسمي ده مالتي فيزيك ايدم. طيب لو اتعاد تاني بعد مرور ثلاث شهور بنفس السبيكترم بالظبط نفس المانيفيستيشنز بالظبط هي بس بعد ثلاث شهور. بعد ثلاث شهور ما اقدرش اسميه ايدم القديم ده ايدم جديد وما اقدرش اسميه مالتي فيزيك عشان ده ايدنتيكال فسميه ريكيرنت ايدم. ايه الفرق بين مالتي فيزيك ايدم وريكيرنت ايدم؟ ريكيرنت ايدم اتكرر بعد 3 شهور بنفس المانيفيستيشن. مالتي فيزيك ايدم اتكرر بعد 3 شهور بمانيفيستيشنز جديده. طيب قبل 3 شهور اي تكرار اي اعراض جديده تبع ايدم الاصلي او ايدم الاولاني. طيب عشان ما ننساهاش انا نفسي حافظها ازاي؟ حافظها IR يعني ايه؟ IR يعني immediate release identical recurrent identical يبقى recurrent والتانية تبقى NM new يبقى new manifestation يعني يبقى أو MN multi N multi new multi new MN. طيب الكلام ده كله لو أنا polyfocal encephalopathic event. طيب جه monofocal non encephalopathic event يعني child جاي بoptic neuritis for example ايه الحل؟ ده CIS يبقى ده الديفينيشن بتاع CIS. طيب لو سنه اقل من 11 سنه وهنقول ليه اقل من 11 سنه فيما بعد بس اصبروا عليا شويه وحصل subsequent demyelinating event وما كانش ايدم يعني non encephalopathic event وكان الايفنت ده برضه restricted للoptic neuritis او جه في spinal cord نفكر في NMO مش بقول شخص NMO فكر في NMO ممكن يبقى MS. طيب لو الايفنت الثاني برضو on يعني اوبتيك نيورايتس يعني ريستريكتد للاوبتيك نيرف فكر في الكرايون. هتقولي ايه ده مين كرايون ده؟ كرايون اللي هو كرونيك ريلابسنج ايديوباثيك اوبتيك نيورايتس. كرونيك ريلابسنج ايديوباثيك اوبتيك نيورايتس يعني طفل او حتى كبير يجيله كل شويه اوبتيك نيورايتس. احنا كنا بنشوف العيانين دول في البراكتس وما كناش قادرين نحطهم في كاتيجوري الحقيقه ما كناش عارفين دول يتحطوا فين. عيان ما بيجيلوش غير اوبتيك نيورايتس بس وما هواش ان ام او فده ينفع يبقى في الكاتيجوري الجديده اللي هي اسمها كرايون اللي هي ما بقتش جديده ولا حاجه. طيب بعد كده
لو هو بقى جت باي اتاك تانية فكر في ار ار ام اس ريلابسنج ريميتنج ام اس. طيب لو لو الطفل ده اكتر من 11 سنه، لو اكتر من 11 سنه في هذه الحاله تقدر تستخدم الام ار اي. هتقول لي ايه ده انا مش فاهم حاجه، ايه تستخدم الام ار اي؟ خلي بالكم ان انا كل اللي قلته هنا كان كلينيكال ايفنت، يعني معتمد على الكلينيك، لكن هنا انا معتمد على الام ار اي، اعتمدت على الام ار اي، دخلت الام ار اي معايا. مش احنا ممكن نشخص ام اس بام ار اي؟ ممكن احوله من سي اي اس لام اس بام ار اي لو ظهر نيو ليجن، لو في نيو تي 2 ليجن او كونتراست انهانسنج ليجن، مش انا بحوله من سي اي اس لام اس بام ار اي مش بكلينيكال؟ اه طب ده انا ممكن اعمله في الاطفال بس بشرط يبقى اكبر من 11 سنه. طيب معنى كده ان انا عندي طريقه اخرى في الاطفال اكبر من 11 سنه ان انا اشخص بيها ام اس. في طريقه كمان، اه في طريقه كمان، لو طفل بدا بايدم، يعني بدا هنا بدا انكفالوباثيك وحصل سبسيكوينت ريلابس، بس السبسيكوينت ريلابس دي كانت نون انكفالوباثيك. يعني ايه نون انكفالوباثيك؟ يعني ما هياش فيها انكفالوباثي، يبقى ده اقدر اقول عليه انه ممكن يبقى ام اس. طيب عندي بقى هنا لو الطفل ده من الاول جاي لي فولفيلنج الكرايتيريا وسنه اكتر من 11 سنه، انا ممكن اخش مباشره انتو ار ار ام اس من غير ما اعدي على خانه السي اي اس، لو قدرت اثبت من الام ار اي ان انا عندي ديسيمينيشن ان تايم اند ديسيمينيشن ان سبيس. اوكي طيب، وبالتالي يبقى انا عندي دلوقتي هذه هي المحاور الاربعه لتشخيص ار ار. المحاور الحمراء دي هي سكرين شوتس بقى، كله سكرين شوتس. هذه هي المحاور الحمراء الاربعه للوصول الى تشخيص الام اس في الاطفال. يا اما جاي من ادم، جاي من سكه كانت انكفالوباثيك بس ربنا هداه وخلاه نون انكفالوباثيك، يا اما من الاول هو واخد سكه الام اس العقله اللي هي النون انكفالوباثيك ودخل سي اي اس وبعدها بقى ار ار ام اس، او من الاول ده عمال يقلد الكبار بقى وانا مش صغير، انا مش عيل صغير عشان تاخدوني على قد عقلي وتمشوني في السكه دي، انا من الاول هدخل بالام ار اي زي الكبار، انا مش اقل منهم في حاجه، بس بشرط يبقى عمرك اكتر من 11 سنه. ليه؟ هنعرف بعد قليل. تمام. ايه بقى قصه الانتي موج؟ الانتي موج في الاطفال خلاص بقى موضه دلوقتي. ايه قصه الانتي موج؟ اذا كنا بنقول على الام ام او سبيكترم ديس اوردر ان هو استروسايتوباثي، واكيد سمعتوا الكلام ده من دكتوره نرمين، او لو ما سمعتوش لسه هتسمعوه ان شاء الله دكتوره نرمين، يعني افضل من شرح الام ام او، يعني اقدر اقول اون بلانيت ايرث بصراحه. و ده كان استروسايتوباثي. عندي بقى الانتي موج ده صعبه بقى شويه، اوليجودندروجلايوباثي او اوليجودندروباثي. اوليجودندروجلايوباثي يعني مشكله في الاوليجودندروسايتس اللي بتصنع المايلين، ده ادى الى ان المايلين الموج اللي هو موجود في المايلين نفسه يتكون ضده انتي بوديز، والانتي بوديز دي هي اللي بتهاجم المايلين. السلايد ده فيه خلاصه الانتي موج، يعني فيه انا دايما بحب دايما لما نذاكر يا جماعه يبقى عندنا حاجه اسمها براكتس اسينشال، يعني لازم يبقى عندك كده بوليتس او كلينيكال بيرلز او سميها زي ما تسميها، بس يبقى عندك كده شويه معلومات بوليتس كده عن اي حاجه تتسال فيها، زي كده لما تخش في امتحان اورال تعرف ايه عن كذا 1 2 3، لازم يبقى عندك 6 7 كلمات كده ناتشلز عن كل حاجه. طيب الانتي موج ده موجود في الاطفال وممكن يبقى موجود في الكبار. هو انتي بوديز ضد الموج بروتين اللي هو موجود في المايلين. يتقاس في البلد ولا في سي اس اف؟ لا يتقاس في البلد بطريقه اسمها سيل بيزد اسي، ودي ادق طريقه لقياسه. بيبقى موجود في الاطفال اكتر، وتقريبا لو بصينا الحالات الاكيوت ديمايلينيتنج سندرومز ADS يعني acute demyelinating syndromes في الاطفال تلتها سيرو بوزيتيف للانتي موج، تلتها سيرو بوزيتيف للانتي موج. ولو لقيت الانتي موج بوزيتيف غالبا الاوبتيك نيرف والسباينال كورد ار فيكتيمز، يعني كانه شبه الان ام او. الام ار اي فايندينج فاريبل، ممكن تبقى هيزي، ممكن تبقى شبه الايدم، وممكن يحصل لها ريزولوشن فيما بعد.
والتتر بتاعه هيدكلاين لو انا لقيته في ايدن او ان مو سبيكترم ديس اوردر او اوبتيك نيوراتس او ترانزورس مالاتس في المونوفيزيك ديزيز. هتقول لي لا ثواني بس الحته دي وقعت مني، يعني قصدك ايه؟ مش المونوفيزيك ديزيز ده مونوفيزيك يعني مره وخلاص، يعني مره ومش هيتكرر، يعني مش هيبقى فيه تاني. يبقى الحل ايه؟ الحل انه لازم الليفل بتاعه ينزل. لكن لو لقيت الليفل بتاعه هاي او بيعلى او persistently بيعلى، يبقى انا بتعامل مع ديزيز تاني اللي هو غالبا بقى مالتي فيزيك ايدن او ايدن اون او نيورو مالاكس اوبتيكا سبيكترم ديزوردر. تمام يا جماعه ال بليز ميوت يور سيلف كلكم لو سمحت. طيب ال الثيرابيز بقى اللي بتارجت البي سيل، الثيرابيز اللي بتارجت البي سيل بتبقى افيد هنا. ليه افيد هنا؟ لان انا هنا الباثولوجي بتاعي شبه الباثولوجي بتاع الان ام او، في انتي بودز، في انتي بودز. الام اس ما فيهوش انتي بودز نعرفها، لكن الانتي موج ليه انتي بودز، الان ام او ليه انتي بودز نعرفها اللي هي الانتي اكوكولين 4. ولذلك البي سيل ثيرابيز هنا افضل، وعشان كده الاي في اي جي ممكن يكونوا اوبشن فور تريتمنت. ساعات بقى الانتي موج ده يبقى بوزيتيف في عيانين الان ام او، يعني عيان ان ام او سيرو بوزيتيف، عيان ان ام او ممكن الاقي الانتي موج كمان بوزيتيف. طيب هتقول لي ده هيفرق في ايه بالنسبه لي كان كان ام او؟ بالنسبه لي كان ام او ده هيخلي عندي شويه كرايتيريا معينه. ايه هي؟ اول حاجه ان انا هبقى الموضوع هيبقى مور كومن ان فيميلز، مور كومن ان ميلز. يعني ايه مور كومن ان ميلز؟ يعني يعني ايه مور كومن ان ميلز؟ مور فريكوينت ان ميلز. يعني هنلاقي الولاد اكتر من البنات. اوكي طيب النمبر اوف اتاكس هيقل، هيجي عاده ببايلاترال سيمالتينيوس اوبتيك نيورايتس. البرينستون سيندرومز هلاقيها ليس فريكوينت، يعني قليله، يعني هلاقي الفيكتيم الكبير هو الاوبتيك نيرف. خلي بالكم الانتي موج بيروح للاوبتيك نيرف، اوبتيك نيرف، اوبتيك نيرف. تمام؟ والريكفري بيبقى افضل من لو انا ان ام او. يعني الانتي موج ده بالبلسم اللي بنحطه على بشاعه الان ام او، يعني كانك الان ام او كده عملت له يعني ايه سوثينج، يعني خليته كده الطف واظرف واعطف. والبيتر والاوتكم يبقى ماتش مور بيتر، يعني عايز يقول لك انك يعني خليته ارق، رققته شويه، اضطريته شويه، بقى ان ام او طري سنه يطرف ايدك يعني. طيب في 2017 الماكدونالدز كرايتيريا اتغيرت، وكلنا حافظين الكرايتيريا الجديده، مش هدفي ان انا اتكلم عليها خالص، بس انا هدفي اتطرق الى البيبر دي اللي هي البوزيشن بيبر اللي اتنشرت في لانست عشان اتكلموا فيها على الدايجنوستيك كرايتيريا والريفيجنز اللي اتعملت عليها. في انا اخترت منها ما يمس الاطفال، اي حاجه ليها علاقه بالبيدياتريك اونست اماس. وكان ابرز ما اخترته الانتي موج. امتى اتست فور انتي موج؟ حددوا ثلاثه سيتويشنز تتست فيهم فور انتي موج. اول حاجه لو تشايلد انت خلاص شايف انه ان ام او ورحت عملت الانتي اكوبولين 4 طلع نيجاتيف، ما تسكتش، بروسيد لانتي موج. تاني حاجه تشايلد جايب ايدم فولد باي ريكارنت اوبتيك نيورايتس، لا 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 انتوا لازم تقولوا لي ده اسمه ايه، ده اسمه ايه؟ حد يفتح المايك ويقول ده اسمه ايه؟ ايدم اون. ايدم اون. هاي 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 هاي. تمام. ايدم اون. يبقى لو طفل جايب ايدم اون يبقى انا لازم ابروسيد انتو انتي موج. رقم ثلاثة شايل جايب كرونيك ريلابسنج اوبتيك نيورايتس، حد تاني يفتح المايك ويقول ده مين؟ كرايون. كرايون. هاي هاي هاي. تمام. يبقى احنا كده عندنا 3 situations، والملاحظ واللي بيجمعهم كلهم انه فيهم عين، فيهم عيون. العيون والاوبتيك نيورايتس في الاطفال is بالنسبه لنا an indication for anti mog testing. اوكي طيب لو رجعنا بقى للدايجرام اللي هو اعظم دايجرام حصل في المحاضرات كلها اللي هو الدايجرام ده،
فهنلاقي ان الدايجرام ده انا حطيت بقى عليه اللي باللون الاحمر دول اللي هم الانديكيشنز فور انتي موك تيستينج، اللي هو لو ان ام او ما فيهوش انتي اكوابورين 4 كرايم ايدم اون ومالتي فيزيك ايدم، يعني لو ايدم عمال يتكرر معلش دور على دور على الانتي موك. بص بقى الفيجر ده لطيف قوي، لسه مزوده النهارده على البرزنتيشن، لطيف جدا. جايب البرسنتج اوف انتي موج انتي بوديز اللي موجوده في كل الاكيوت ديمينيتنج سيندرومز ان بيدياتريك ايج جروب. شوفوا من السيرو نيجاتيف ان ام او واخد تقريبا الثلث، من او يعني اقل من الثلث قليلا، اكتر من ربع بشويه. في الايدم تقريبا ثلث الحالات يبقى معاها انتي موج. الاكيوت اتيبيكال سيندرومز هنلاقيه يعني واخد ايه كده ثمنيه في السي اي اس، واخد ثمنيه في الام اس، واخد اقل من ثمنيه. اذا لو انا لقيت انتي موج يبقى انا غالب الظن انا مش ام اس. فكره ان انتي موج في ام اس ده اقل من ثمنيه، دي حته كده هبابه. فبالتالي انا لو لقيت الانتي موج بوزيتيف ده بيخرجني بره الام اس ده مبدئيا، ولو لقيته persistently positive يبقى انا دخلت في المالتي فيزيك سندروم rather than ان يبقى سنجل ايفنت او مونو فيزيك. طيب نقطه بقى في الكلينيكال، يعني كل ده كلينيكال. نقطه مهمه في الاطفال عن الكبار، الكوجنيتيف امبيرمنت في الاطفال از ماتش مور برونونسد عن الكبار. وبالتالي هنلاقي ان بيبرز دي، البيبر دي كانت اكبر بيبر اشتغلت على الكوجنيتيف امبيرمنت في الاطفال، ولقوا انه زي ما هنشوف هنا ان كل ما زاد الاي دي اس اس الكوجنيتيف امبيرمنت والسكورز في الكوجنيتيف تيستينج السكورز ديكلاين بيزيد، يعني معناها مرتبطه كمان بالديسابيليتي. والارياز اوف كوجنيتيف ديفيسيت في الاطفال اللي هتتاثر الاتنشن، السبيد بروسيسنج، السبيد بروسيسنج، الفيجو موتور فانكشنز، الميموري، الريسبتيف لانجويج والفيربال فلوينسي. واقترحوا باتري اوف سايكومتريك تيستينج في الاطفال. طبعا السايكومتريك تيستينج في الاطفال ممكن يختلف عن الكبار، بس لو بصينا بعينينا كده هنلاقينا فاميليار بحاجات كتير منهم، زي مثلا سيمبل ديجيت موداليتي تيست، ده اللي هو بيتعمل في الكبار. هتقولي ايه ده ازاي ده احنا ده صعب قوي يتعمل في الاطفال؟ لا، موجود هنا ان الايدج سبان بتاعه من اول 8 سنين، ممكن نعمله من اول 8 سنين. تريل ميكنج تيست او بي ممكن يتعمل من 8 سنين. لو بصينا هنا على الايدج رينج في حاجات كمان باديه من 5 سنين، زي الفيربال ليرنينج والميموري ممكن من 5 سنين. الجنرال انتليجنس ممكن من 6 سنين. اذا انا ممكن يبقى عندي باتري. الكلام ده بقى للناس اللي يعني ايه حابه انها تتخصص اكتر في موضوع البيدياتريك ام اس والبيدياتريك ديمانينيتنج سيندرومز، وحابين كمان ان هم يعني يجودوا اكتر، يبقى ندور على الباتري اوف كوجنيتيف اسسمنت في الاطفال اللي هي قدامنا دي، وهي دي اللي احنا هنشتغل عليها فور كوجنيتيف اسسمنت. الانفستيجيشنز عندنا الام ار اي طبعا هو الجول ستاندرد زي الكبار ما فرقش، والاماكن تقريبا هي سباينال كورد والكوربس كالوزم وداوسون فينجرز، كل حاجه كله زي ما هو. بس ممكن الاقي الليجنز ممكن الاقيها اكبر شويه، بوستيريور شويه، فازي يعني 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 مبهدله، يعني الاوتلاين بتاعها كده هيزي مبهدل. ومهم جدا بقى هنا لما بيجي لي طفل بهذا الشكل ان انا ديفرنشيت ايدم من ام اس، لان في بينهم اوفرلاب. احنا قلنا الاوفرلاب دلوقتي، اول اوفرلاب ان الايدم ممكن يبقى ريكرنت فيقلد الام اس. ايه ده انت جيت لي تاني، مش انت ايدم ومونوفيزيك؟ لا يا عم انت ناسي ان في اي ار وفي ام ان. اي ار يعني ايه؟ حد يفتح المايك ويقول اي ار. ايدنتيكال ريلابسنج، ايدنتيكال ريلابس، فنسميه ايدنتيكال ريكرنت. Identical ايدم، فيبقى اسمه recurrent ايدم. تمام، نقفل المايك. الحاجه الثانيه اللي بقى تلخبط اكتر، بقى لخبطكم اكتر، ان الايدم ممكن يبقى رفيع يشبه الام اس، يعني ما يبقاش ايدم كاتاستروفيك عنيف كده، لا نلاقيه restricted form of ايدم يشبه الام اس، كانه بيقول بما انك يا ايدم
قلدتني. الماس بيقول لي ايه ده، بما انك قلدتني وبقيت ريكرنت، والله لا انا مقلدك وهبقى ريستريكتد عشان ازود اللخبطه اكتر. تمام. طيب النقطه الثانيه ان 15، ازود لكم الكونفيوجن اكتر، 15 ل 20% من البيدياتريك انست ام اس اللي هم تشخصوا ام اس ليتر اون بداوا حياتهم مع الام اس بانكفالوباثي، بداوا حياتهم بانكفالوباثي، يعني دول اللي كانوا جايين اصلا من سكه الغلط بتاعه الانكفالوباثي وخدوا فاكرين البتاع المايل، المايل اللي هو سبسيكوينت ايفنت اللي هو هيجي بعد كده بنان انكفالوباثيك ايفنت، 20% منهم بداوا حياتهم بايدم. هتقول لي يعني انا شخصت ايدم ساعتها غلط وده كان ام اس؟ لا انت ما شخصتوش غلط، هو ده ام اس فعلا، بس هو بادئ قرر يبدا الكارير بتاعه في الام اس، قرر يبدا الكارير بدايه مختلفه، قرر يبدا بايدم وبعد كده قال لا خلاص يا جماعه انا كنت بهرج معاه. طيب الايدم بقى في الام ار اي، الايدم في الام ار اي لو بصينا على جدول المقارنه اللطيف ده، الايدم الليجنز بتاعته كبيره، فازي فازي يعني كده معبكشه كده معبكشه. تمام. وممكن تانفولف الجري ماتر، ممكن تاخد الثالاموس، ممكن تاخد الكورتكس، والجادولينيا ممكن يبقى باتشي وممكن يبقى ابسنت وممكن يبقى سيمالتينيوس. يعني لو لقيت سيمالتينيوس انهانسمنت، لا ده مش معقوله بقى انت ام اس، الام اس بيجي كده كل مره واحده تانهانس، كل مره واحده تانهانس، لكن كلكم مع بعض لا انتوا مش ام اس. والفولو اب بقى دي اهم نقطه، الفولو اب ريزولوشن، وزي ما اتفقنا ريزولوشن لازم يبقى ريزولوشن دراماتيك ريزولوشن، مش اللي هو يعني ايه اتنين راحوا واتنين جم، لا اتنين راحوا واتنين جم دول ام اس. وطبعا ان ما يبقاش فيه ليجنز برضو، دي نقطه مهمه، ان ما يبقاش فيه ليجنز جديده، يعني اعمل فولو اب ما الاقيش جديد، لو لقيت جديد ده يحطني في ام اس اكتر، يبقى معناه ان ده كونتينيوود باثولوجي. طيب الام ار اي بقى في ايدم زي ما اتفقنا ممكن يبقى ديفيوز، ممكن يبقى ريلاتيفلي سيمتريكال، وممكن ينهانس سيمالتينيوسلي زي ما اتفقنا. طيب ليه اشكال عده، الاولاني سمول ده اللي شبه الام اس، اللي هو فاكرين اللي كنت بقول لكم عليه ريستريكتد فورم، ريستريكتد فورم شبه الام اس. يا ابن اللذين انت عملت كده ازاي، انت ازاي بتتقمص شخصيه ام اس قوي كده، متقمصها كلينيكالي ومتقمصها راديولوجيكالي. طيب باي ثلاميك، لا ده ما يخدعنيش، بس خلي بالك من الانفكشن، يعني لو جالك باي ثلاميك وجاي بانكفالوباثي وجاي بديستربت كونشس ليفل ونيورولوجيكال ديفيسيت، قبل ما تقول ادم فكر في سي ان اس انفكشن. كونفلوينت نلاقي الليجنز بقت كبيره وبقت مور ليس سيمتريكال، بقت شبهها شبه الليكوديستروفي. او يجي باهلي، اهلي يعني ايه اهلي؟ يعني اكيوت هيموراجيك ليكو انكفالوباثي، يعني من كتر عنف الانفلاميشن نزفنا دم. الانفلاميشن يعني خلاص عمل تسلخات في الدماغ فراح منزل شويه دم. طيب الميتوكوندريوباثي بقى ممكن يجي باي لاترال بيزال جانجليا، فعشان كده ما تتلخبطش بينه وبين الايدم. حاجات الميتابوليك، السلايد ده سلايد لطيف جدا على ما يبدو ان هو سخيف وغلس ودمه تقيل، بس هيفهمنا حاجه لطيفه جدا. ايه بقى قصه الكرايتيريا دي؟ دول الناس يا جماعه قالوا، بقول لكم ايه، مش انت لما تمسك الام ار اي في الاول كده انت ما انتش عارف ده ام اس ولا ايدم؟ اه انا مش عارف. لا 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 انا عارف، انا عارف ان ده ام اس ولا ايدم، ده الليجنز شكلها ايدم والبرزنتيشن ايدم وكل حاجه. طيب خلينا في الاولاني، فاكرين الاولاني اللي كان بيلخبط، خليك في حته فيها اوفرلاب، يعني انا عايز اخدك لحته فيها اوفرلاب، حته انت متلخبط، يعني انت لو واثق ده ايدم خلاص ايدم، واثق ده ام اس خلاص ام اس، عندك في الوسط جري زون، عيان ملخبطه، ده ايدم وده مونوفيزيك مش هيجي تاني، ولا ده فيرست برزنتيشن اوف ام اس وناوي يجي تاني. فقالوا بص للام ار اي في كرايتيريا اسمها كالين ام اس اللي هي اعلى سنسيتيفيتي وسبيسيفيسيتي من ضمن الباقيين. قرروا كالين ده قال ايه؟ قالك انا هقول لك شويه كرايتيريا تطبقها تساعدك تدفرنشيت بين الاثنين. حلو قوي. قلت ايه بقى يا عم كالين؟ قالك بص بتوع ايدم عاده بيبقوا ديفيوز باي لاترال، حلوه دي، وما فيهاش بلاك هولز. ليه ما فيهاش بلاك هولز؟ عشان يقول لك دي حاجه اكيوت قوي، مش حاجه معانا من سنين طويله، فيعني اقول ان ده ام اس بقى وام اس شغال، لا دي حاجه اكيوت قوي لدرجه ان انا ما لحقتش اعمل بلاك هول. وان الاحلى حته بقى، حته جميله كده تحس فيها دماغ بتشتغل، يقول لك فيور ذان 2
periventricular lesions. يعني عايز اقول لك ايه، مش انت عايز تقولني ان البيريفنتريكولر ده اللي انت فرحان بيه وفي الادلت تقعد تدور عليه كده وتاتشنج الفنتريكل وبص البيريفنتريكولر ازاي، بص عامله ايه في الفنتريكل، بص جاي على الفنتريكل عامله ازاي وفرحان بيها قوي ودي وتكتب عليها في الفايل كده تيبيكال فور ام اس. لا انا عايز التيبيكال ده يبقى اقل من 2 ليجن، يعني اقل قليل عشان اثبت الابيكاليتي فور ام اس. لان لو لقيت بيريفنتريكولر كتير يبقى معناها كده لا ده ام اس بقى بجد، الموضوع مش هزار ده ام اس. لو بصينا للصوره دي هتثبت اللي بقوله لكم، يعني هنلاقي شوفوا ريجنز قد ايه قليل قوي منها اللي حوالين الفنتريكل. هتقولي ده في واحده اهي، ده في اتنين اهو، يا جماعه هم اقل من اتنين بس برضو بالعقل كده بالمنطق شوف كم الليجنز ده كله في الاخر يا دوبك حتتين صغيرين هم اللي تاتشنج الفنتريكل. وبالتالي الكرايتيريا دي تقريبا بسنسيتيفيتي 81 وسبيسيفيستي 95% تقدر تساعدك في الديفرنشيشن ما بين الاثنين. طيب الاوليجوكلونال بانز موجوده في 29% من ايدم. ايه ده؟ يعني ممكن الاقي نيجاتيف؟ ممكن الاقي نيجاتيف، ممكن الاقيه نيجاتيف وممكن الاقيه بوزيتيف. بس اهم حاجه في البوزيتيفيتي بتاعته انه يريزولف، لازم يريزولف. زي ما الكلينيكال حصل فيه ريزوليوشن وزي ما الراديولوجيكال حصل فيه ريزوليوشن لازم اللاب يحصل فيه ريزوليوشن. ما هو القصه كلها بيحصل لها ريزوليوشن، اشمعنى اللاب اللي هيبرزيست؟ وبالتالي دي احدى الحالات القليله في مجال الام اس. الناس بقى الحريفه ام اس تعرف الكلام ده، انه احد المجالات القليله اللي الكلونال بانز تقلب بالعكس. يعني احنا متعودين يقول لك ايه الكلونال بانز انيشيالي نيجاتيف بعد كده هتبقى بوزيتيف. هل ممكن يحصل العكس؟ حته كده طريفه، ممكن يحصل العكس ان ايدم ممكن تبقى بوزيتيف اوليجوكلونال بانز وبعد كده تقلب نيجاتيف. هتقول في سيتويشنز ثانيه ما لهاش علاقه بالموضوع النهارده، بس الشيء بالشيء يذكر انه مع الناتاليزوماب فور اكزامبل، مع التايسابري عشان بيمنع الليمفوسايتس انها تخش جوه البرين، ممكن باي تايم الاوليجوكلونال بانز تقلب من بوزيتيف لنيجاتيف، يعني ممكن انه يتغير اللاب بتاعنا. طيب ولكن 40% من اللي عندهم ديفينت، الاطفال اللي عندهم ديفينت دايجنوزز اوف ام اس عندهم اوليجوكلونال بانز. يعني معناها في 60% برضو عندهم ام اس ومع ذلك ما فيش اوليجوكلونال بانز. احنا اتفقنا ليه؟ مين هيقول لي ليه؟ حد يفتح المايك ويقول ليه؟ عشان الانيت اميونيتي وقله البي سيلز، فقله الانتروسيكل. ايوه عشان قله البي سيل، عشان البي سيل قليله ملهاش علاقه بالانيت، عشان البي سيل قليله فبالتالي ليسر انتي بودي برودكشن. هاي مبسوط والله بالانتراكشن. طيب الاوليجوكلونال بانز بقى زي ما اتفقنا 29% عندهم اوليجوكلونال بانز ولازم تريزول، ولو لقيتها مش ريزولفنج ده بي بوينت انتو ام اس، زيها شانها شان الراديولوجي. يعني اعمل فولو اب ام ار اي بعد 3 شهور لقيت الليجنز هي لا احنا كده شكلنا ام اس، لقيت الاوريجوكلونال بانز ستيل بوزيتيف احنا كده شكلنا ام اس. طب هتقول لي يعني ايه هشخص ام اس لمجرد البيرسيستنس؟ لا انا بقول انا شكلي بيت بوينت، شكلي داخل على ام اس، انتظر بقى وانت وحظك، انتظر كلينيكال او انتظر راديولوجيكال. بس انت بينك وبين نفسك في الفايل تبقى حاطط حوالين العيان ده كويشن مارك، العيان ده شكله هيقلب ام اس ما هوش مونوفيزيك. طيب اجين ابسنس اوف اوليجوكلونال بانز داز نوت رول اوت ام اس زي ما اتفقنا، سبيشلي ايرلي ان ذا كورس اوف ذا ديزيز. الانتي موك بقى يجي ازاي؟ ممكن يجي، شايفين يا جماعه، يجي بوستيريور وكبير ويجي بايلاترال ثلاميك شبه الايدم، ودي قلناها في السلايد اللي كان فيه بوينتس كتير، ده اللي هو كان فيه البوليتس اللي قلت لكم اللي فيه البيرز. قلنا انه ممكن يبقى هيزي او فازي زي الايدن وملوش باترن معين. الان ام او في الاطفال زي الكبار يجي برضو، وبالمناسبه الان ام او في الاطفال as compared to adults percentage بتاعته حلوه، يعني اعلى شويه من percentage البيدياتريك ام اس للادلت ام اس. يعني الان ام او في الاطفال اكتر من، مش بقول ان هو ابسولوتلي اكتر من ام اس، ريلاتيفلي للادلت هو اكتر من الام اس. طيب ونفس الكرايتيريا، انا مش في محاضره ان ام او، يعني اللي عارف الان ام او يطبقه على الاطفال، اللي مش عارفه ولسه هيتشرح في الكورس بتاعنا يبقى ان شاء الله هيعرفوا ان هو شبه الكبار. في حاجه بس هنا لفتت نظري، ان في ميتوكوندريال ديزيز اسمه او ميوتيشن اسمها دارس ميوتيشن بتعمل
ديزيز اسمه هايبوميلينيشن وذ برين ستام اند سباينال كورد انفولفمنت اند ليج سباستيسيتي. عارفين بحب الفيبرومز والحاجات اللي هي غريبه شويه كده. فلقيت ان هو ممكن يجي بلتم. لتم يعني ايه؟ لونج اكستنسيف ترانزفيرس مايلات زيه زي الكبار سوري زيه زي الان ام او. جينا بقى للمكدونالدز كرايتيريا. فاكرين الايدج ليميت اللي انا قلته كان كام سنه؟ اللي قلت حد يفتح المايك ويقول 11 هايل 11 سنه قلنا هو الليميت. ليه بقى كانوا مصرين على 11 سنه؟ لانه لما جم يطبقوا ماكدونالدز كرايتيريا 2010 مش 2017 لما جم يطبقوا ماكدونالدز كرايتيريا 2010 لقوا ان البوزيتيف بريدكتيف فاليو بتاعتها في الاطفال اقل من 11 سنه 55%. قليله قوي يعني نص الحالات ممكن تبقى ماست مني. فبالتالي قالوا لا احنا كده اقل من 11 سنه اتس بيت ريسكي ان انت تطبق ماكدونالدز كرايتيريا 2010. ده في 2010. طب 2017 بقى لما جم رجعوا في 2017 البانل اجريد تاني يا جماعه ابوس ايديكم جنرالي ما تستخدموش الماكدونالدز كرايتيريا قبل سن 11 سنه. استخدموها بعد وما تستخدموهاش ان كونتكست اوف ايدم لان ايدم ده برزنتيشن مختلف. طيب هتقول لي طب احنا انت بتستخدمها اقل من 11 سنه؟ اه بستخدمها اقل من 11 سنه لانه ما يعني ما عندناش حلول تانية ان احنا نستخدمها اقل من 11 سنه. فيعني بنستخدمها اقل من 11 سنه حتى لو البوزيتيف بريدكتيف. انا بتكلم كبراكتس يعني. طيب تريتمنت بقى تريتمنت اوف ان اتاك في الاطفال زي الكبار بالظبط نفس المفاهيم ان انت تدي سوليمدرول من 3 ل 5 ايام. الفكره كلها هنا في الوزن ان انا بحسب الجرعه بالوزن 20 ملي جرام لكل كيلو جرام كل يوم 20 ملي جرام لكل كيلو جرام كل يوم. هنا هيجي بقى سؤال مهم. طب افرض ما في عيال كده بتبقى ما شاء الله عليها يعني مربربه كده عيل 11 سنه وتلاقيه 50 60 كيلو هديه 1200؟ لا ماكسيمم 1 جرام ماكسيمم 1 جرام اكيد يعني عمره ما هيبقى يتخطى الادلت يعني. طيب لو ما حصلش امبروفمنت عيد تاني الاي في عيد الاي في ميثايل بريدنزولون. ما حصلش امبروفمنت بروسيد لبلازما اكستشينج. ما حصلش امبروفمنت بروسيد لاي في اي جي. طيب دي بقى الدي ام تيز للاطفال. دي كل الدي ام تيز اللي ممكن استخدمت في كلينيكال ترايلز للاطفال. تقريبا كلهم استخدموا في كلينيكال ترايلز. في حاجات كتير جربت وحاجات جابت نتائج وحاجات لا وحاجات مش حاجات حاجه واحده هي اللي ابروف. انا طبعا السلايد ده مش هجو ثرو كل الديتيلز بتاعته ولكن معلومه بس هنا في الانترفيرون الاطفال اكثر عرضه للليفر انزيمز اليفيشن وعشان كده مونيتور مور فريكوينتلي. الحاجه الثانيه تايتريت سلولي يعني ممكن تدي نص الدوز وبعد كده تزود الدوز فيما بعد. مفيش جايد لاينز واضحه عشان ما حدش يسالني يعني ده قد ايه وده قد ايه. غالبا يعني في البراكس كده بندي نص الدوز لو الولد او البنت وزنهم خفيف بندي نص الدوز. الحاجه اللي تدوس فيها ويل ديفايند للاطفال الفينجر مود. ليه؟ عشان الجيلين هو الوحيد اللي ابروفد في البيدياتريك ايج جروب. فالايج الويت ليميت بتاعي 40 كيلو. لو طفل اعلى من 40 كيلو بندي نص ملي جرام كاملا الحبايه كامله. لو اقل بالمفروض ندي 0.25. للاسف احنا في مصر ما عندناش 0.25 فممكن يعني حلمنتيش كده ندي يوم بعد يوم. دي الكلينيكال ترايلز اللي اتعملت على البيدياتريك اونست ام اس. في الفوكس والكونكت الاثنين دول كانوا على الدي ام اف دايميثايل فيوميريت. التيري كيدز خدوا اول مقطع من تيريفلونامايد واتعملت على التيريفلونامايد في الاطفال. الناتاليزوماب وفي البارادايمز. والبارادايمز اللي اتعملت على الجيلينيا هي الوحيده اللي قدرت توصل بيه ان ياخد اف دي ابروفال في الاطفال من سن 10 سنين. طيب لو بصينا بقى برضو دي الكلينيكال ترايلز كلها تفاصيلها برضو I want to go through ان انا اقول كل التفاصيل بتاعتها. بس عايز اقول انه لو بصينا للايج ليميت بتاعنا هنلاقي انه دايما بادئ من 10 سنين 10 ل 17 بيني وبينكو انا بعتبر ان دي حيلة خبيثة من شركات الادوية. ليه؟ اولا هو عارف ان 10 ل 17 ده زي ما انا قلت لكم في اول المحاضره انه اقرب ما يكون الى الادلت. ف
فهو متوقع منه نتائج زي اللي حققها مع الأدل، فمش متوقع فشل. هو كل الفكرة انه بيكسب في الليبل 7-8 سنين زيادة، يعني كسب في الليبل 7-8 سنين زيادة فيدخل معاه more patients. لكن وقع الأمر هو ما دخلش into that different category بتاع البيدياتريك اللي بجد، لأن زي ما اتفقنا إن قبل 10 سنين ده الإيرلي بيدياتريك أنست أم أس ده فعلا تحسه مختلف في كل حاجة عن من 10-17 اللي هو أقرب ما يكون إلى الأدلت. دي أول حاجة، دي أول حاجة تفسر هم ليه عملوا القصة دي، إن هو عايز يبقى مطمن للنتائج أكثر. تاني حاجة إنه زي ما اتفقنا it's a disease of adult يا جماعة، هو مش disease of pediatric، وبالتالي أنا متوقع إن عدد البيشنس اللي هيستفيدوا من الدواء ده في سن أقل من 10 سنين ما هوش كبير إن أنا أصرف عليه clinical trial كبيرة تكلفني الشيء الفلاني، وفي الآخر عدد اللي هيستخدموه ما هوش كبير للدرجة. فده تقييمي للوضع اللي هو غالبا مش هيتغير كتير، إلا يعني لو شركة جريئة قوي وعايزة يعني تعمل شغل على الأقل من 10 سنين. ما أعتقدش يعني كلهم اتفقوا إنهم يشتغلوا من 10 سنين وطالع. طيب يعني التريتمنت الجوريزم بيحصل فيه ايه؟ عادة يا جماعة بنبدأ بانترفيرون او جلاترمان استيد رغم ان هم اوف ليبل، بس الداتا اللي جاية من الكلينيكال ترايلز اللي هي لا تقى الى ان هو ياخد ابروفل او ان في جايد لاينز واضحة بتقول ان احنا ممكن نبدأ بايا من هما، وممكن نعمل لاترال سويتش بينهم ما بين الجلاترمان استيد الكوباكسون اللي هو مش موجود عندنا في مصر وما بين الانترفيرون لو حصل سيفتي ايشوز، مش سيفتي وتوليرابيليتي، مش افيكاسي ايشوز. لان لو في افيكاسي ايشوز يعني مش جايبين نتيجه لازم ابروسيد انتو اسكاليشن لاعلى. طب هتقول لي يعني ايه مش جايبين نتيجه؟ يعني ايه تريتمنت فيلير؟ بتقول لي هو التريتمنت فيلير هنا زي اللي احنا متعلمينه في الادلت اللي هو بتاع الريو سكور والكنيديان والريلابسز والكلام ده؟ لا. ليه؟ لان الفيلير كرايتيريا بتاعت الادلت طلعت ان كونتكست اوف ادلت، ما طلعتش in context of children. That's why إن أنا هنا محتاج كريتيريا مختلفة. وعشان كده كيتنس دي التلاتة دول يا جماعة، كيتنس وتينبومب وفانويل دول أشهر تلاتة في العالم في مجال البيدياتريك أنست أماس. كيتنس دي أمريكية من أصل هندي، وتينبومب دي ست أرجنتينية. دول هتلاقوا كل بيبرز الأم أس هتلاقوا سميهم عليها، وفانويل طبعا. الكريتيريا قالوا ايه؟ قالوا لو patient fully compliant على التريتمنت 6 شهور وما حصلش reduction في الريلابس ريت، او انه حصل 2 or more confirmed relapses سواء clinically او بالMRI within 12 شهر. الملحوظة هنا يا جماعة، الملحوظة هنا من الكريتيريا دي حتة 6 شهور انا لفت نظري دايما كده بقى عندنا نشغل دماغنا. ليه 6 شهور؟ انا تفسيري انا عشان محدش ياخد ده يعني ده تفسيري انا، ليه 6 شهور ليه مش سنة؟ ان يا جماعة الريلابس ريت في الاطفال اعلى من الكبار. يعني لما تشوف، وده بنشوفه في البراكتس، لما نشوف عيل جاي لنا بام اس او حتى بنت تينيج ولا حاجة، تلاقي الريلابسز عندها مش زي الكبار. مش تقعد بعد الاولانية تقعد سنتين وبتجيلها وبعد كده مش عارف 3 سنين، لا مفيش الكلام ده. تلاقي في اول سنة 3-4 اتاكس كده. فبالتالي حبوا ان هم يأزعروا فترة الفولو اب، تبقى مأزعرها شوية عشان لو في اكتيفيتي ما ابقى عندي يعني ابقى مور فيجيلنت، يعني منتبه ليها اكتر. مش بس مور فيجيلنت، يبقى عندي لو توليرانس، يعني مش هستحمل ان انا اشوف ريلابسز بهذا الشكل. طيب قررت ان الفيرست لاين فشل، يبقى ساعتها بروسيد انتو سكند لاين، ان هو يشمل كل دول ممكن تستخدمهم، ولكن الفينجلومود الوحيد اللي متلون باللون الاصفر. ليه؟ حد يفتح المايك ويقول. عشان هو الوحيد الابروفد دكتور FDA. بالظبط كده، لانه الوحيد اللي واخد FDA ابروفل في البيدياتريك ايج جروب. يبقى دلوقتي احنا معادنا مع ايه؟ مع ايه؟ الزيتونة. بالظبط كده، الخلاصه الزيتونة. ايوه بالظبط كده، برافو عليكم ما شاء الله. الزيتونة او الخلاصه، ودي يعني اللي كان في البلكونه وبيشرب، ما فيش حد بيشرب حاجه دلوقتي، كلنا صايمين كل سنه طيبين. بس اللي كان في البلكونه على راي كابتن محمود بكر، احب اقول له انه تعالى دلوقتي احنا بنتكلم على الزيتونه اللي هي خلاصه المحاضره كلها. تو سام اب،
اقل من سن 6 سنين it's more common in males عكس الكبار. ال innate immunity اعلى, البي سيل اقل, وده بيترتب عليه انتي بودي برودكشن اقل, اوليجوكلونال بانز اقل, اي جي جي اندكس اقل. والاوليجوكلونال بانز انيشيالي ممكن تبقى نيجاتيف وبعد كده ممكن تبقى ديتكتد ليتر اون. ده ممكن ناخد منه سكرين شوت, ده خلاصه كل الجينيتك والانفايرومنتال ريسك فاكتورز في الاطفال. زي ما قلت لهم انا الجدول ده اول مره اعرضه, ما اتعرضش في البرزنتيشن, بس ده قلت بما اننا بنصمب يبقى ده الخلاصه فيهم كلهم. هتلاقوا كل اللي احنا قلناه, السموكينج والايبشتاين بار والفيتامين دي والاتش ال اي دي ار بي 1015. اوكي, ده انا عايزكم ده تقولوا ديفاين ده هو ايه, ده مين اللي انتم شايفينه, حد يجاوب الالجوريثم بتاع اللي هي الريلاكسنج ميتنج اس انت شخص. لا 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 لا, مش هادي الاجابه, مش هادي الاجابه, ده احسن سلايد في المحاضره. شفت الجدول اتعمل المحاضره بقى, الالجوريثم اتعمل في التاريخ. ايوه بالظبط كده بالظبط. مين اللي قال في التاريخ؟ انا محمد عبد الخالق يا باشا. حبيبي انت لسه عايش؟ ماشي, لسه عايش. اخرك يوم الثلاث انت عارف. حبيبي يا دكتور عبد. تسمع برضو الريلابس ريت ان تشيلدرن بيبقى تقريبا دبل او تريبل اللي بيحصل في الادلت. الكوجنيتيف ديفيسيت ممكن يبقى سيجنيفيكانت في تلت الاطفال, ممكن يبقى مودريت في 60% منهم. انتبهوا بقى للجمله دي, ما اتقالتش في البرزنتيشن, ان انا ممكن يبقى عندي سلوور تايم تو اي دي اس اس 3 او 6, ولكن ان كومبير تو ادلت, يعني انا هبقى بطيء في ان انا اتوجه لاي دي اس اس 3, حيث الناس اللي فاهمه التو فيزز ديزيز ستيجز 3 ده بالنسبه لي لاند مارك مهمه, والاي دي اس اس 6 ده لاند مارك مهم, معناها ان احتجت ووكينج ايد. ده هوصل له في الاطفال ابطا, ما انا العمر قدامي طويل بقى اخد راحتي تمام. بس خلي بالك ديسبايت ده الاطفال هيوصلوا جيفن اي دي اس اس ات يانجر ايجز. لا هتقولي كده مش فاهمين, لا انا هروح بطيء, بس مهما كان بطئي انا هوصل لاي دي اس اس مثلا يعني 4 او 5 او 6, اوصل له مثلا بعد 15 سنة ديزيز كورس. 15 سنة دول لو هو كان عنده بدأ عنده هو عنده 10 سنين, يعني معناها جاله ADSS مثلا 6 ده عند سن 25 سنة, ده 25 سنة ده في الأدلت بيكون لسه بيبدأ MS. فمعناها ان انا همشي بطيء, بس احتمالية ان اوصل ل ADSS معين ممكن تحصل at younger age as compared to adult. هذا بقى السلايد الخزعبلي, سلايد رهيب حلو قوي الحقيقه. سكرين شوتس بقى يعني مش عايز اقول لكم. ده في كل الاي دي اس اللي هو الاكيوت ديمارينيتنج سيندرومز بالام ار اي فايندنج ساعتها الكومن, والحاجات اللي الريد فلاجز اللي هي سجست الترناتيف دايجنوستس. كلنا خدنا سكرين شوتس, ماشي اشيل البتاع الاحمر ده عشان يزيكم. طيب اخيرا تبين لينا بعد كل هذه المحاضره التي امتدت ساعه من الزمن ان البيدياتريك اونست ام اس ما هوش جاست ان ايرليير اونست, وان احنا عندنا في ديفرنسز بينه وبين الادلت اونست ام اس كبيره. وفي النهايه بشكركم جدا, واتمنى ما تكونش اثقلت عليكم, وارحب جدا باي اسئله.